بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله نبدا في شابتر 2 سيكشن 2. السيكشن الثاني حكينا عن الشابتر، حكينا على الليمتس والكونتينيوتي، النهايات والاتساع. طبعا احنا من خبرتنا ومعرفتنا السابقه بنعرف انه في علاقه وثيقه ما بين النهايات والاتساع، صح؟ طبعا كلمه النهايه، لما ناخذ نهايه الاقتران كمفهوم النهايه، لما اخذ نهايه الاقتران عندما اكس تؤول الى كذا. طبعا الاقتران احنا عاده نقول جيب لي كلام احسن، هذا الموضوع اصغر منه، وفي هذه الحاله نقول احنا اكس تعود
تعترف بالوهم اللي هو الشمال بنعبر عنها بهذه الصوره بالثانيه صح؟ ايش بصير في الاختبار؟ طبعا هنعوض من غير ما نطلع على بعض في هذا البعض صح؟ ان شاء الله انه بيكس لازم نحط هذا الشرح ولا هذا صار اختبار خطي كثير حدود مجال يكون بس يقول لا فبصير هذا الاختبار مختلف لكن لما نحط الشرط معناه هذا وهذا زين اوكي الان ايش هيطلع؟ حط 99% مع الواحد 1.99 معها بحط الواحد هنا تقريبا قديش هذا؟ تقريبا 2. فلما الاكس تقول للواحد حلاقي الاختبار حيقول له ايش؟ هذا قيم اصغر طيب انا بدي افهم ايش الاكس تقول وما سلوك الاختبار وين بروح؟ الان لو اكس تقترب من واحد من جهه اليمين يعني تاخذ قيم اكبر من الاثنين لكن تقترب الاثنين من اليمين يبقى حتبدا مثلا هات قيم اكس ناخذ 2.1 2.1 من 100 صح؟ 2.1 من 1000 2.0000 وبعدين بتحط الواحد وهذا فهذا اكس تقترب للواحد من اليمين زي ما ايش بصير بسلوك الاختبار؟ عوض 2.1 زائد مع الواحد 3.1 احنا بدنا نستولى واحد ولا ليش نستولى واحد ولا اثنين ها؟ معلش انا ما جبته مسحوق اكس تولى واحد ولا اثنين تاخذ هذا الايه
بعدين هام بعدين هام مظبوط. اما اكس هام هاي واي، اما اكس هام هاي واي، اما اكس هام هاي واي، اما اكس هام رايح لمين؟ لما هذه تقول للواحد هذه تقول للاثنين، تمام؟ اذا الاقتران، الاقتران اللي هي واي تقترب من عدد محدد عندما اكس تقول للواحد. ما هو العدد المحدد؟ هذا هو الاثنين. فبقول بنكتب انه نهايه هذا الاقتران بقول الليمت، هذا الاقتران لما اكس تقول لواحد تساوي ايش؟ اثنين، هذا نهايه الكم. لابد من نعرف كيف نجيب النهايه. طبعا انتم بتعرفوا اوريدي جاهزين هذا الكلام، بس حبيت ان افسر ايش يعني اكس تقول الى تقترب جدا من الواحد دون ان تاخذ القيمه واحد. وهذا السبب اللي احنا بنعرف لما بنجيب النهايات اكس تربيع ناقص واحد على اكس ناقص واحد، لما اكس تقول لواحد بنعرف انه بنحلل. ما تنساش النهايه، انا لما بجيب النهايه بحط باخذ معي علامات، المحل المهم اللي اخذه بقى. بتقول ما هو مش مشكله بكتب هيك بحلل وبعدين بحط النهايه. لا فهمنا. ليش انا بختصر هذا المحل؟ عشان زي بعض، لانه اكس ما بتساويش واحد. لو اكس بتساوي واحد بتصير واحد ناقص واحد بسكس، فكاني بختصر او بقسم على صفر. والقسم على صفر غير معرفة وبتخرب الدنيا كلها. معلومة صغيرة عشان تشوف قديش بتخرب الدنيا. معلومة هيك على الهامش. واحد ناقص واحد بيساوي واحد ناقص واحد، صح؟ صح؟ صح. مفيش كلام. هذه بتعتبرها واحد تربيع وهذه واحد تكعيب، غير شيء؟ لا. هذه بتحملها لفرق بين مربعين وهذه فرق بين مكعبين. واحد زائد واحد اللي هو الاول ناقص الثاني، مربع الاول زائد الاول الثاني زائد مربع. في حاجه غلط حتى الان؟ لا ولا حاجه. الان بتصل هذه مع هذه، ايش صار عندي؟ اثنين بتساوي ثلاثه. في غلط؟ وين؟ بدنا نوصل لنتيجه غلط عشان يقول طب وين الغلط في الحل؟ ما كنتش فاهم منك ولا قول ما فيش دخل في التربيع والتربيع. انا عندي انا ايش الخطوه الغلط اللي عندي؟ ارفع ايدك، مش كلام جميل. تفضل. اصلا مع صفر يعني واحد ناقص واحد وصفر. تسمع الخط اللي بقول لك هلا، مش بقول لك لو اتصلنا مع هذا واكس ممكن تساوي واحد كان خربنا الدنيا، لكن اكس مش ممكن تساوي واحد. هذا معناها تقترب جدا دون ان تاخذ القيمه واحد، هي معناها تقول ماشي الحال. فبكون عندي انا اكس اقول لواحد انت تاخذ فاصل صفر ساعات للصبح، يا اما 1.0 للصبح وبعدين 1. مظبوط؟ هي معناتها تقترب وبالتالي بتخرب الدنيا. وعلى نفس القاعده هذه ممكن يعني الناس ما لهمش خبره في الرياضيات يضحكوا عليهم بدون ما يهتموا. ماده سهله بس. الاخذ والجنون نفس الفكره. ممكن اقول اكس تربيع ناقص اكس تربيع بتساوي اكس تكعيب ناقص اكس تكعيب. بتحل الفرق المكعبين مظبوط. ايش تطلع عندك في الاخر؟ 2 اكس بتساوي 3 اكس تربيع. صح؟ 3 اكس تربيع. على اساس انه هذه ايش؟ ليش بتضيع وقتها فيها؟ اكس ناقص اكس في اكس زائد اكس، بينما هذه اكس ناقص اكس المربع الاول زائد الاول الثاني زائد المربع الثاني، صح؟ فبصير هذا بتروح مع هذا. هيك بالغش مظبوط، هيك بتغش. فبضل عندي 2 اكس تساوي 3 اكس، كان بحط اكس بواحد بطلع 2 3، بحط اكس باثنين بتطلع لك 4 بتساوي 12، بحط اكس بثلاثة بتضحك علي وبقول لك اثبت لك انه الاربعة بتساوي 12. طبعا الغش هو ايش؟ اللي بقسم اسفل، هذا ممنوع، وبالتالي لا يجوز القسم على صفر لانه بتخرب لنا كل الرياضيات. لذلك القسم على صفر ليس لها معنى. انا لن اتم عمليه القسم اصلا، اقسم على مين؟ ما فيش حد اقسم عليه، اذا لا توجد عمليه القسم. اوكي. فاحنا الان عندنا مفهوم النهايه انه اكس تقترب جدا من عدد، اشوف سلوك الاقتران اللي هي الواي الاف اوف اكس. اذا كان لما اكس تقترب لهذا العدد سواء من اليمين او من الشمال، الاقتران يقترب من نفس العدد من عدد معين، نقول نهايته هذا العدد معين.
وليكن A مثلا. لكن عندما X تقترب للواحد مرة من اليمين ومرة من الشمال، وكل مرة الاقتران يقترب من عدد مختلف، فإذا يكون عندي مثلا عند اقتران بالصورة هذه خليها مفتوحة وهان إلى ما لا نهاية، خلي هذا عند الواحد، هذه القاعدة تقترب تمام؟ نعتبر هذا عند اثنين وهذه عند ثلاثة، هذا اقتران ولا مش اقتران؟ لو بدنا نكتب له قاعدة ممكن نقول هذه f x عبارة عن x تربيع لما الصفر أقل أو تساوي x أقل من واحد، لأن الواحد هنا مفتوح، هي هذا اقتران x تربيع، أخذ جزء منه في الموجب بتساوي ثلاثة لما x أكبر من أو تساوي واحد. شيء قاعدة؟ هذه نص هذا الاقتران. الآن بتجيب النهاية من x تساوي واحد من الشمال، هتاخذ القيمة هذه، القيمة هذه، القيمة هذه، وين هو الاقتران؟ هي واحد. هنا قيمة واحد، لما x تروح هيك هي واحد. وين رايحة واي؟ ينسحب يا رب، وين رايحة؟ رايحة على اثنين. طب تعال على اليمين الواحد. لما اكس هان واي قديش؟ لما اكس هان ثلاثة، لما اكس هان ثلاثة. هل الاقتران يبقى انا بقول ليمت اف اوف اكس، هذا الكلام حنقوله في المحاضرة الجاية ان شاء الله، لان بنسميها الوان سايد ليمت اللي هي النهايات من احد الطرفين من الشمال او اليمين. بس انا ببني على انه عندكم معلومات على الكلام ولا اخذنا النهايه الاولى والنهايه المسبقه والمشتقه لما المشتقه المسبقه اللي بدها من اكس تكون لواحد من الشمال طلع عند النهايه اثنين، والليمت لاف اوف اكس لما اكس تكون لواحد من اليمين طلع ثلاثه، هل الاثنين متساويات؟ لا. اذا الاقتران، هل الاقتران يقترب من عدد معين عندما اكس تكون لواحد؟ حط بدل الاكس بعد الاي اي عدد، قول السبب مثلا لما اكس
الشمال ها كله ثلاثة. طب من اليمين نفس الشيء ثلاثة، مش معنى ثلاثة ده النهاية في الطرف ثلاثة تمام. عشان نقول ان النهاية الثابت هو التسعين ايش مكانتك. طب يا رب عند الواحد بقول هاي الواحد خذ من الشمال وخذ من اليمين هاي واحد لما تقول هاي قيمة اكس هاي ثلاثة قيمة اكس ثلاثة فبقول دائما هو الثابت هذا واحد. رقم اثنين لو كانت عندي اف اكس تساوي اكس يسموها الايدنتي فانكشن زي اختراق الوحده او المحايد. مين المحايد الضربي عندنا؟ الواحد. المحايد الجمعي صفر. هذا زي اختراق المحايد. بقول الصفر لما اقول 5 زائد 0 10 زائد 0 10. لما اقول 1 ضرب 7 7 8 ضرب 7 لا 50 بس دخل 8 في 1 8 هات مع نفسه. فانا هنا بقول اف 3 بقول 3 اف 5 5 اف 7 7 اف 11 11 عشان يسموها ايدنتيتي فانكشن زي المحايد. طب هذا الافتراض لو جبت ليميت اف اكس لما اكس تقول لي تساوي ليميت الاكس لما اكس تقول بتساوي ليش؟ لأنها واحدة عمود واحد. أنت تعود بس على القاعدة اللي أنتم حافظينها من أول. لكن منطقيا من الرسم من حتى الآن ما فيش قدامنا إلا الرسم ما خدناش قواعد كيف بنجيب النهايات. من الرسم منحنى واي تساوي واي تساوي إكس هي الخط المستقيم اللي من الصفر لهذه 45 درجة. بتيجي على صفر وصفر واحد وواحد اثنين واثنين حط اكس بواحد هذه واحد هذه تحت واحد لكن اكس هي اللي جوا صح؟ ايش بيطلع عندي لواحد؟ لكن انا ايش بدخل الان؟ اف السبب اف 2 2 اف 5 5 اف ناقص 1 ناقص 1 وهكذا. فبكون عليها النقطة هذه مثلا تكون هنا واحد وهنا واحد هذه النقطة صفر وصفر هذه النقطة مثلا سالب واحد وسالب واحد مضبوط؟ طيب لو بدي الليمت لما اكس اقول سالب واحد حاخذ من الشمال ومن اليمين من الشمال ومن اليمين الشمال ومن اليمين. فلما اكس اقول سالب واحد من الشمال حتاخذ هذا القيمه بعدين 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 ايش بصير في سلوك واي؟ لما اكس هان هاي كلمه واي لما اكس هان بنزل هان بصرف من هان هاي كلمه واي لما اكس هان وين رايح؟ يا مسهل يا رب رايح السالب واحد. طيب نجيب من اليمين هاي واحد هاي واحد اكس تقترب بدي اشوف واي واحد لما اكس هان هاي واحد لما اكس هان هاي واحد لما اكس هان وين رايح؟ في قبل الشمال من تحت او من الشمال ومن اليمين بعطيني مين؟ سالب واحد. نفس الكلام حتى الواحد من الشمال حتى بالاقتران يقترب من مين؟ خذوا من اليمين حتى لو هاي كلمه الاقتران هاي كلمه الاقتران هاي يبقى رايح لمين؟ للواحد. إذا إيش مكان العدد هو اللي بيطالي في النهاية. هذول يعتبر قواعد يعني كأنه مباشرة زي ما بنقول تعويض مباشر. هان هل في عندك إكس تعوض فيها على إكس واحد؟ لا. يبقى بتحط ثلاثة. هان هل في عندك إكس تعوض عنها بإيه؟ نعم تعوض بإيه. يبقى هاي القاعدتين الأولانيين. Example, discuss the behavior of the following functions as x goes to 0. ناقش سلوك behavior يعني سلوك الاقتران عندما x تؤول للصفر. في الحالات الثلاث، الثلاث أمثلة اللي قدامي بدي أناقش النهاية لما x تؤول للصفر. الاقتران الأول معطينا قاعدة الاقتران f of x بتساوي 0 أو بتساوي 1، 0 لما x أقل من صفر واحد لما إكس أكبر أو بيساوي صفر. إيش الدومين تبعها؟ هاي يا أصغر من صفر يا أقوى من صفر يا بتساوي صفر يعني كلها تمام. هذا الاقتران اقتران ثابت واي بتساوي صفر لما إكس في السالب يعني هي أصغر من إكس أقل من صفر. طيب قديش قيمة واي؟ صفر.
يعني من اكس بسالب واحد اعطيني صفر، لما اكس بسالب اثنين صفر، اكس بسالب نص صفر، يبقى هي حتيجي الراس منها. لما اكس من واحد وفوق، لما اكس اكبر او تساوي عند الصفر بالظبط، هنسبه لفوق بتجيني عند الواحد، وبعد هيك بروح بالصغير، بسموها ستيب فانكشن. لان احنا دائما على في الرسم بنمشي اكس من الشمال لليمين، بنضلنا ماشيين هيك، طول ما احنا ماشيين هيك والجرام قيمته صفر 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 صفر، لما نصل الصفر بيكبس عند الواحد، بيعمل جمب جمب مظبوط؟ على الكروس. تطلع فوق ها؟ يبقى الى موجب ده يبقى الليمت
سأقول إلى الصفر من اليمين تجاوز المرور موجب مع الجانب. طب هل الحدتين متساويات؟ لا، لأن أصلاً مش قيم. النهايات غير موجودة، لا اليمنى ولا اليسرى. لا نهاية اليمنى موجودة ولا اليسرى موجودة. وكمان سلوك الاقتران إنه لما إكس أو الصفر من الشمال الاقتران بيصغر على الآخر. أقل ما يمكن. ولما إكس أو الصفر من اليمين بيكبر أكبر ما يمكن. فالاقتران بنقول هنا النهاية غير موجودة. تمام؟ انفينيتي ديسكونتينيوتي أو النهاية غير موجودة بسبب الملل. الصفر. خلينا نقول اكس تقول للصفر، واحد على اكس هتقول لاكس.
الشمال هذا مسالب من الهاء اسمه ولا لا؟ صح؟ يبقى لما اكس تقترب من السجمين اليمين هذا المطار حيكون لما الانسجام عشان نحكي على يقوم صح؟ من الهاء طب في من الهاء خليني اخذ الافتراض الاصلي اللي هو افتراض السلايم نفسه بغض النظر ايش اللي جواه صح؟ افتراض السلايم انا بعرف انه رسمته ما بين السالب واحد وواحد اللي احنا بنسميه الرينج مضبوط؟ ها؟ هو اقتران فردي معلش حاده شوي مسؤولية فبنمشي هنا هيك وهذه من الواضح انه الاقتران اثناء تحركه حسب اكس من صفر الى ما النهاية ياخذ جميع الاعداد اللي بنتصورها ما بين السالب واحد صح؟ يعني باخذ الصفر الاقتران ممكن ياخذ النص ياخذ الربع الثمن العشر 9 من 10 99% لما يصير واحد ممكن يصير لسالب 99% وسالب واحد صح؟ طيب الان هو ماشي في ما لا نهايه قولوا انا عارف وين الاقتران حيكون وصل هان يعني مثلا قيمه الاقتران هان ولا هان ولا هان ولا مش عارف فقيم اكس تتغير وبالتالي قيمة هذا الاقتران تتغير وبالتالي أنا ما بعرفش الاقتران حيرسي عند الواحد ولا عند السالب واحد ولا عند الصفر فالاقتران نفسه بتحير مش عارف حاله وين يروح تصير تذبذب بسموها اوسيليشن أو اوسيليتنج يتذبذب الاقتران لأنه عندي ما النهاية مش قيمة محددة فهو حيظل هيك بسرعة بيطلع بنزل بيطلع مش عارف حاله عم يستقر لأنه ما النهاية مش عم يتغير كل ما له بيكبر كل ما له بيكبر الاكس بتكبر لكن هذا هو احنا ما لا نهايه واحد على اكس صح؟ مش تكبر انا بدي اكس تقول للصفر طب كل ما قربت للصفر بيصغر فبيكبر الجنس هذا فبصير ما لا نهايه فبعد شهر فبسموها اوسيليتنج او يعني هذا وصف للاقتران نفسه وبالتالي لما الاكس تقترب ما بين الصفر جدا الاقتران ما بيعرفش حاله وين بده يقعد وبالتالي يقول ليس له قيمة محددة قد يقف عند الصفر زي القاعدة اللي تحت قد يقف عند الواحد قد يقف عند السالب واحد هل له راي محدد؟ لا يبقى ما فيش له نهاية نروح الآن للليمت لوز ايش هذا اللوز؟ قوانين افرضها اللوز مضبوط؟ مش اللوز اوكي قوانين النهايات في نظريه بتقول if l m c and k are real numbers لو كانت ال l وال m وال c وال k كلها اعداد حقيقيه بمعنى اعداد ثوابت تمام and limit f of x لما x تقول ل c تساوي l and limit g of x لما x تقول ل c تساوي m فان كل ما يلي صحيح لما هو بيكتب لي limit f of x لما x تقول ل c هذا طبعا اخذ limit g of x برضه لما x تقول لنفس ال c تمام؟ نفس الشيء ولا ما ينفعش نطبق القوانين كلنا عند نفس الرقم مش هذا x تقول 2 وهذا x تقول 3 وسالب 1 ما ينفعش لازم يكون نفس الكلام عشان نطبق القوانين قال هذا انا بدل ما اكتب هذا التعبير كله بدي اسميه وين ما تشوفوا ال تعني هذا التعبير كاملا تمام؟ وهذه كانت تسميها ام السي والام والال اعداد حقيقيه والكي كمان عدد حقيقي اول حاجه في النظريه ليميت اف اكس زائد جي او اكس لما اكس تقول لسي تساوي ال زائد بدك تفهمها لمره واحده وبعدين اصير اعتمد ال والام، ايش يعني ال؟ بدنا نبعدها ال هي ليميت اف اوف اكس لما اكس تقول لسي زائد الام ليميت جي اوف اكس لما اكس تقول لسي كان بقول الليميت بتوزع على الجمع بس فلما تشوفها ال زائد ام
لما شفت ال زائد ان بدي اتصور هذا التعبير، مش اختصار يبقى تعويض مباشر، لا هذا يعني اني بوزع النتج على الاثنين. البوز ضروري، بدون البوز صارت النتج لحال صح، وبالتالي ما ينفعش، لازم احط البوز. القاعده تقول لو كانت زائد او ناقص ضروري حتعطيني نفس الفكره، يعني الليمت بتوزع في حال الجمع وحال الطرح، مجموع القرنين او طرح القرنين. طيب اثنين او ثلاثه حسب ما هو مكتوب عندكم، مش مشكله. ليمت كي ثابت في اف او اكس لما اكس تكون تسوي، هذا كل الثابت بخرج خارج النهايه، فهو عباره عن كي في ال. ايش ال بيبدا؟ كانها حاطط كي هنا هيك كي في النهايه، فالكي كانها تخرج خارج النهايه، هاي معناها الفكره تمام؟ رقم ثلاثه، رقم ثلاثه المره هنا ليميت اف اكس دي او اكس لما اكس تقول اذا سي يساوي ال ال، يعني وزعنا النهايه في الضرب كمان، اذا بتوزع النهايه في الجمع والطرح والضرب والقسم، بس في القسم شرط ان الضرب ما يساوي صفر، اللي هي الام ما تساوي صفر. وبضيف كمان شرط من عندي انه الجي اوف اكس نفسها لا تكن الاقتران الصفر. سمعنا في حاجه الاقتران الصفر يمكن مرش علينا، ممكن اسميها انا او اكس. هذا بعطيك الصفر ايش مكان اكس؟ هو الاقتران الصفر. ايش يعني؟ ايش ما تحط هنا بعطينا صفر، يعني نوع من انواع الاقترانات الثابته، زي ما بقول او اكس تسوي او هم ساعات، زي ما بقول اف او اكس اتش او اكس كي او اكس، بحط له بلاش بس او، هذا بيصير او او اكس بتسوي حطهم زي هيك، هي الواحد وهي الاو وهي الاكس مظبوط. طب لو قلت صفر حطهم على محور السنان، فهذا الاقتران ممنوع يكون الاقتران الصفر. يعني انا في رقم اربعه بدي اقول ليمت اف اوف اكس على جي اوف اكس لما اكس تكون لس سي تساوي
زمن في القاعدة اللي بعدها اللي بتدخل جوه الجذر كمان بقدر ادخله جوه الجذر. الان هنا جاي مثبت يعني الان انتجر عدد صحيح. طب لو كان سالب بصير واحد على بالظبط بصير واحد على يعني لو كانت اف اكس والسالب 3 ممكن دي لما اكس هذا عباره عن ليميت واحد على اف اكس تكفي صح؟ لما اكس تكون بس وبوزع على البسط المضاد زي ما قلنا بتصير واحد على ان تكفي مظبوط ولا لا؟ بتصير فحتى لو كان سالب الان سالب او اوكي رقم 6 بيقول لي ليميت لما اكس تكون نسبيه لجذر ان لاف اكس تمام؟ ايش بيساوي؟ جذر ان للان الان هي الليمت هي الليمت داخل الجذر صح؟ وهذه بقدر اكتبها على صوره ان اس واحد على ان هذه صوره الجذر دائما مظبوط؟ صوره اي عدد الجذر ان للاكس اس ان هي اكس اس اللي جوا على اللي بره هاي صورة الأس هذه مظبوطة ولا لا؟ والعكس صحيح أنا لو أي أس كسر بقدر أحوله لصورة الجذر. طيب هذا بيقول لي بس شرط خد بالك إنه لو كان دليل الجذر زوجي ضروري يكون الآن أكبر أو يساوي الصفر. على الدومين دخلناه لأنه ما فيش جذر لعدد سالب فيش جذر زوجي لعدد سالب. لو فردي فيش شروط لو فردي دليل الجذر فيش شروط لكن لو زوجي ضروري يكون ما تحت الجذر اكبر او يساوي صفر. هاي مكتوب عندنا ايش؟ هذه هي النظريه. هذه هي النظريه. الان اعطي مثال الموجود عندنا الان. طيب المثال مكتوب اكسرسايز تقدروا تشوفوه لحالكم تجاوزا. طيب أقول كيف ممكن نحل واحد منهم باختصار وبسرعة على نمط النظرية عشان يعني نتحدى شوية في الوقت احنا. المثال بيقول لي لو كان ليميت اكس لما اكس تكون لا 2 تساوي 7 ان ليميت تي اوف اكس لما اكس تكون لا 2 تساوي سالب 3 اوجد رقم 1 بده ليميت مين؟ 2 اف اكس زائد تي اوف اكس تمام لما اكس تكون أنا تجاوزا المفروض أنا شو أوزع الليمت لازم أوزع الليمت وبعدين بطلع الثلاث مرات خد بالك يعني بقدر أضرب تساوي ليمت 2 أف إكس لما إكس تكون 2 زائد ليمت لما إكس تكون 2 يعني 2 ليمت أف إكس لما إكس تكون 2 زائد هذه جاهزة سالب بتصير عندي 2 في 7 ناقص 3 14 ناقص 3 11 بس ما يكونش اختصار مخل لا انا اللي قاعد انه الموزع ليميت ما اخذ مثال عشان الموزع ليميت لو وزعت طلعت ثلاث قصدك مره واحده كيف الصورة العامة؟ ممكن أكتبها من شمال يمين أو من يمين لشمال، إيه سبب؟
واحد اكس زائد ايه اثنين اكس تربيع زائد ايه ثلاثة اكس تكعيب زائد ايه زائد ايه ان اكس تدرس. الان يكون عدد صحيح موجب او سالب غير سالب عشان يطلع. هذا بنسميه اضطراب الاكس. لو جبت الليمت من بي اوف اكس لما اكس تكون لاي عدد من حل التعويض المباشر عن اكس بايش؟ سي يبقى بصير ايه سالب زائد ايه واحد سي زائد ايه اثنين سي تربيع زائد ايه ثلاثة سي تكعيب زائد تمام؟ كثيرات الحدود بتنحل بالتعويض المباشر. يعني لما نقول السؤال الاول ليمت لما اكس تقول لا صفر بس عشان الصوره او ما يمكن تحط اي عدد يقول لي ثلثين اكس تكعيب ناقص جذر 2 اكس اس 5 ناقص 11 اكس زائد 7 فبطلت على حسب سهوله يعني بيطلع كويس؟ ايه تساوي؟ يعني لو جبت اكس تقول لواحد كانها اكس تساوي
لو نقدم واحد الان يصير اكس ناقص واحد يساوي صح. انا نقدم واحد الان طبعا بقدر اضرب في اثنين، بقدر اضرب زي ما بدي اغير وبقدر زي ما بدي كانها يساوي تماما. تمام. الان انا عندي اكس، اقول لك لو نقدم واحد الان ايش بصير؟ اذا هذا هو العامل الصغير، هو عامل من عوامل المقام وعامل من عوامل البسط. لو حللناها حيطلع عند البسط اكس ناقص واحد في اكس ناقص اثنين، في المقام اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد. هو اصلا من خلال البسط يطلع صفر، هو العامل الصفري، او وضع اكس بواحد طلع صفر، او وضع اكس بواحد. اذا هذا هو ما نسميه احنا العامل الصفري. كل شغل في التحليل، ضرب في مرافق، تأليف خطوات حل، ضيف حد، اطرح حد وغيره، اكمال مربع، قصص كثيرة. كلها لإظهار العامل المشترك في البسط والمقام ثم اختصاره، التخلص منه. اختصر هذا المعنى، بصفى عندي ليميت اكس ناقص 2 على اكس زائد 1، لما اكس تساوي 1 بيطلع عندي سالب 1 على 2 بيطلع سالب 5. تمام؟ ف في هذا النوع لما تعود القياس الى قيد الصفر على صفر لابد من التخلص من العامل الصفر. زي ما نقول هنا ليميت لما اكس تقول الى سالب 1، لما اكس زائد 1 على اكس تكعيب زائد 1
في ظهر ذلك الضبط أقول لما تضع بأي السؤال يعني أقول إحنا على ثلاثة هل تسمي أربعة تسعة؟ سويت طب كيف بعد؟ أضربي 18 تساوي 12 حسب ضرب الضبط الثالث فالتربية تعطيني سؤال جديد فلو رحت ربعت البسط قلت اه عشان ما غيرش اربع المقام كمان احسن واحسن خربنا الدنيا فالتربية مش حل فالحل ان اضرب فيه موافق المقدار اللي فيه البذور بدل ناقص بحط زائد وهنا زيها بالظبط اكس تربية زائد 100 زائد 10 لما يكون عندي A ناقص B في A زائد B هذا تحليل مين؟ المربع الأول هو الأول والثاني المربع الأول ناقص المربع الثاني سواء بالدال أو يرجع يسوي لي ليمت لما X تقول لا صفر المربع الأول يساوي زائد 2 ناقص المربع الثاني 100 على X في جمع X تساوي زائد 100 زائد 10 100 مع 500 بضل عندي بعد هذه الخطوة أعمل كالتالي يصير عندي ليمت إكس في أربعة ناقص
متساوي جدا. احل هذه الفرضه المربعين صح؟ يصير مثلا لما اكس تكون للاربعه اكس في 2 ناقص زائد الاكس في 2 زائد الاكس صح؟ على 2 ناقص زائد الاكس بقدر اخلص منها لان اصلا الاكس لو خذ الجذر من الطرفين يصير جذر اكس تكون 2 او جذر اكس ناقص 2 هي العامل الصفر ممكن وتخلص معنا ايش تظل عندي؟ 4 في 2 زائد 2 حيطلع عندي نكون وقفنا عند الساندويتش ثيورم المحاضرة الجاية إن شاء الله بنكملها ويعطيكم العافية.